سوري بس انت بتعرف انه بهذا الشيء اللي عم تعمله عم تاكد لكل العالم يلي برا انه الخبر يلي نزل بالجرايد مزبوط؟ كيفك؟ كان لازم صدق الفيرست امبريشن. لسه في جولات كثير بيناتنا. كان لازم صدق الانطباع الاول اللي تركه عندي. حسيت انه هو عم يفرض حاله علي، حسيت انه هو جاي عم يدخل على حياتي بطريقه لقيت انه ما أخذ الإذن، كنت عم حسه عم بيراقبني وين ما بروح وين ما بجي. مرحبا. توترت ولبكني وجوده حدي، بس بعدين اكتشفت إنه هو طبيعته هيك، لما بده الشغلة بده يحصل عليها لو شو ما كان تمن. أنا شوي عندي مشكلة إنه حدا يطلع عليك هيك ويشوفك، يعني أحيانا راح بتحسي حالك عايشة بجنة وأحيانا راح بتحسي حالك مسجونة. شو؟ إيه مغرومة. جهد كان خيالي، كان الشخص الوحيد يلي كيف ما برمت لاقيه جاهز ليدافع عني ليحميني. مدام وطي راسك، وطي راسك، مدام بسرعة. كان حافظ تفاصيلي، بيعرف شو بحب وشو بكره. ثانك يو. مثل ما بتحبيها بسكر. انت كيف اجى على بالك تجيبني لهون؟ بعرف انك بترتاحي هون كثير. ايه بس كيف عرفت؟ بتذكر اجيتي انت وغمار بيك لهون وانا كنت معكم. بعدين هذا شغلي مدام، لازم اتذكر واهتم بالتفاصيل. حبني لجواتي، ما حسيت حالي معه اني بيان، حسيت حالي مره.